تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. المنيسي مع احتفاظنا بالالقاب رد قوي وموجع على هزاز الرؤوس، والشيخ بتاع المهرجانات اللي جايبينه علشان يغلط في الكابتن خطيب ويقلل من الكابتن خطيب ويغلط في النادي الاهلي ويلبس النادي الاهلي تهم ويقول ان النادي الاهلي اخوان وبيرعى الاخوان والنادي الاهلي يعني متاثر في الاخوان ومفرخه الاخوان الى اخره. ولكن المنيسي مش بيفضح الشيخ ده بس، لا ده كمان بيقول حقائق قالها الشيخ على او اكاذيب، هي مش حقائق اكاذيب، قالها على الشيخ الشعراوي وعلى الشيخ احمد الطيب وعلى علماء اجلاء في الازهر الشريف، قال عليهم كلام يندى له الجبين، ولكن قناه النادي الزمالك ما جابتش هذا الكلام، وقال كمان كلام او شتايم على تركي الشيخ، طبعا قناه نادي الزمالك ما جابتش هذا الكلام، ولكن في اختلاف واحد انا بختلفه مع الاستاذ المنيسي هتشوفوه في الفيديو اللي انا يعني وقفت قدامه وقلت له لا يا استاذ منيسي ده كده ما يصحش وكده غلط وما ينفعش يحصل الكلام ده على قناه النادي الاهلي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الاستاذ المنيسي رد وقال ايه على الشيخ المزيف ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف المنيسي قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. في البداية ردين، الأول على صفحته الرسمية على تويتر ورد كمان في فيديو هسمعه لكم دلوقتي على الشيخ المزيف والمدعي الفضيلة. قال يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح أن الملح فسد. آخر مشهد مزري هو استدراك شخص نكرة يقدم نفسه بأنه شيخ وذلك للإساءة للنادي الأهلي ورموزه، مع كل الاحترام والتوقير والتقدير لرجال الدين والأزهر ورجال الأزهر الأجلاء، يبدو أن هناك شيوخ مهرجانات وصفا إياه بشيخ المهرجان اللي زيه زي يعني المطربين اللي بيطلعوا بيغنوا مهرجانات. واتكلم كمان على صفحته الشخصية كمان أو على قناته على اليوتيوب بالكلام اللي حضراتكم هتسمعوه دلوقتي في هذا الأمر. كل الاحتياطات اللازمة وهنقول لكم في لقاء لاحق إن شاء الله كل التفاصيل الفنية. لكن الحقيقة الشيء اللي استوقفني كتير رسائل كتيرة من عدد مش قليل من جمهور الأهلي، وبرضه في سكة ليه الأهلي ما بيردش، ليه الأهلي ما بيردش على كل اللي بيتقال إساءات اتهامات. وهنا عايز أقول لكم على حاجة، الناحية الرسمية النادي الأهلي بياخد إجراءاته وبيقدم مذكراته لكل الجهات المسؤولة، وأعتقد حضراتكم تابعين كل الكلام ده الفترة اللي فاتت، سواء فيما يتعلق ببلاغات للنيابة العامة أو ما يتعلق بمذكرات للمجلس الأعلى للإعلام أو حتى من قبل بمذكرات للسيد وزير الشباب والرياضة. والأهلي واخد هذا الاتجاه بمنتهى الرصانة والوقار والاحترام، وده اللي كشف عنه أو برهن عليه رئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر المهندس حازم متولي لما وهو بيتعاقد مع النادي الأهلي، قال إن هناك توافق في القيم، توافق في القيم بين النادي الأهلي وشركة اتصالات مصر، وهي دي القيمة يا جماعة، دي الإيمج أو الصورة الذهنية اللي على أساسها الناس بترتبط بيك وبتقدرك وبتتمنى إن هي تتعاقد معاك وإن هي تكون راعي ليك، لأنه شايفة منظومة قيم منضبطة محترمة الناس بتجتمع عليها والناس بتلتف حولها. عشان كده عايز اقول لكم على حاجه، حتى في السياق ده نفسه لما يكون في اي اساءات او اي حاجه تطال النادي الاهلي وتطال رموزه بيكون الرد بمنتهى الوضوح والاحترام والوقار والقوه وهنا انا عايز، لانه ده ردا على كتير من رسائل حضراتكم واتصالاتكم، وانا هنا بعبر عن رايي الشخصي، انا قاعد على مكتبي بعبر عن رايي الشخصي. انا النادي الاهلي لعمره كان له علاقه بجماعه دينيه ولا نشاط سياسي ولا كلام من ده خالص. وعايز اقول برضو لانه
بقت لبانه اصل النادي الاهلي احتفل بذكرى حسن البنا، والناس كلها عمال تبعت له هو صحيح الاهلي احتفل، وتلاقوا الكلام من كتر تكراره الناس هتصدقه والجماهير هتتناقله وتتعب بعد كده لما تقول للناس هي الحقيقه كانت ايه. عمر النادي الاهلي واعلامه ما احتفل بحسن البنا ولا بغيره، والنادي الاهلي موقفه واضح وصريح من اي جماعه ارهابيه مناوئه للبلد ومناهضه لقيم المجتمع واستقراره، واضح كل الوضوح الاهلي في هذا الامر، ومش بالكلام بالمواقف. واعتقد ما من مناسبه كابتن محمود الخطيب. لا معلش انا بختلف معاك يا استاذ منيسي، لا النادي الاهلي قناه النادي الاهلي احتفلت مره بميلاد حسن البنا، انا فاكر الحلقه دي كويس. لا حصل الغلط هنقول عليه غلط، ولكن دي سقطه. بس برضه في نفس التوقيت النادي الاهلي دعم شفيق وعمل حمله انتخابيه لشفيق، وكان بيعمل اعلان لشفيق ايام ما كان ضد مرسي. بس مش معنى ان احنا احتفلنا او قناه النادي الاهلي احتفلت بذكرى حسن البنا يبقى النادي الاهلي مع الاخوان. يعني انا فاكر الحلقه دي كويس، وعشان احنا عندنا امانه في الطرح ما ينفعش ان احنا ننكر ان ده حدث حصل يا استاذ منيسي. معلش انا اهلاوي قلبا وقالبا، انا اهلاوي وبعشق تراب النادي الاهلي، لكن لما في حاجه تحصل غلط هقول ان ده غلط. ياسر ايوب احتفل بذكرى ميلاد حسن البنا، ونسمع ياسر ايوب على قناه النادي الاهلي قال ايه، ودي كانت سقطه كبيره لقناه النادي الاهلي. اهلا بيكم في كلام جديد ليوم جديد في الاهلي اليوم، ومع كامل التقدير والاحترام لجماعة الإخوان المسلمين وإعلامها وإعلاميها وصحفها وبرامجها، إلا أنني أتوقف اليوم لأحتفل بذكرى ميلاد الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، والمولود في 14 أكتوبر من 106 سنة، أي 1906. ولست أتوقف لأحتفل وأهتم بذكرى ميلاد الإمام البنا لأنني من الإخوان أو لأن ذلك مفروضا علي، وإنما أتوقف وأحتفل بذكرى ميلاد مواطن مصري كان له دوره الكبير سياسيا واجتماعيا ودينيا ورياضيا أيضا. الإمام حسن البنا أحد الذين أدركوا حجم وقيمة ومدى تأثير كرة القدم، فكان من أوائل الذين التفتوا إلى هذه اللعبة في التاريخ السياسي المصري، وقرر حسن البنا أن يستغل كرة القدم وشعبيتها في إطار الدعوة لمزيد من الشعبية والرواج والتأثير لجماعة الإخوان المسلمين. الإمام حسن البنا أسس 99 فريقا كرويا كلهم يحملون اسم الإخوان المسلمين في مختلف المحافظات والمدن المصرية، وكان يقيم بينهم دورة كروية كل سنة يقوم هو شخصيا بتسليم كأسها للفريق الفائز، وكان دائما يقول لمساعديه ولأعضاء قيادة. طبعا الفيديو طويل، بس دي كانت أكبر سقطة لقناة النادي الأهلي. فالأستاذ منيسي ما ينفعش يقول إن النادي الأهلي ما استضافش ولا احتفل بذكرى ميلاد حسن البنا، وعلى العكس تماما ده حصل. فاحنا عندنا امانه في الطرح، فلازم ان احنا نقول الحقيقه وما نضحكش على المشاهد. انا لو قلت للمشاهد انه ما حصلش ابقى انا راجل كذاب. فما ينفعش يا استاذ منيسي ان حضرتك تقول كلام انت تدافع عن النادي الاهلي باستماته، ولكن حدث حصل هنقول دي سقطه، زي ما مرتضى بيحصل منه سقطات كتير وما بيعترفوش بيها، ولكن احنا هنعترف ان في سقطه للنادي الاهلي. لكن النادي الاهلي ملوش دعوه بالاخوان، ملوش علاقه بالاخوان، ولكن لو كان في حقبه زمنيه كانت الاخوان راكبه البلد والنادي الاهلي حب يجامل الاخوان فدي حاجه تانية خالص، غير ان النادي الاهلي يبقى اخوان. ولكن اللي حصل من قناه النادي الاهلي دي سقطه لا تغتفر، وبرده لما دعموا شفيق برده دي سقطه، لان قناتنا قناه رياضيه ملناش دعوه لا بشفيق ولا بمرسي ولا بالاخوان ولا بالبنا ولا بغيره، احنا بنشجع الرياضه للرياضه.
ملناش دعوه بشخصيات سياسيه. كمل يا استاذ منيسي. رئيس النادي الا بيعبر عن ده بمنتهى الوضوح والقوه، ومش محتاج مزايدات من حد، ومش محتاج يقف كتير عشان يرد على مثل هذه الاساءات اللي المفترض ان كل الجهات المسؤوله راصده ده وعارفه ده وعارفه حقائق الامور، فمش مستنيه من حد شيخ غريب عجيب يطلع بمنتهى الهطل يتكلم في كلام زي كده. مبدئيا الكلام ده يا جماعه من حوالي 10 سنين كان الزميل العزيز والصديق الدكتور ياسر ايوب، وياسر ايوب هو رخر مش اخواني، لكنه كان بيقدم برنامج اسمه الاهلي اليوم على شاشه قناه الاهلي من 10 سنين، يعني حتى الخطيب ملوش علاقه، بس من 10 سنين في برنامج الدكتور ياسر ايوب ذكر حكايه حسن البنا وذكراه. ده كان موقف شخصي منه، كان تقدير موقف اعلامي منه، كانت رؤيه وراي منه هو، لا هو متبنيها ولا القناه متبنيها ولا الاهلي له طرف ولا اي حاجه. لا يا استاذ منيسي ما ينفعش، لازم كل ما يقدم في البرامج يعني يبقى اداره القناه موافقه عليه، فهو ما طلعش قال الكلام ده من نفسه بدون اعداد، بدون موافقه، بدون يعني راي للقناه. انا بختلف مع حضرتك مع كامل احترامي ليه، لا قناه النادي الاهلي موافقه على الكلام اللي كان بيتقال، وقناه النادي الاهلي هي اللي قالت كده مع حبي وعشق قناه النادي الاهلي، ولكن الغلط هنقول عليه غلط والصح هنقول عليه صح. لا تجيب لي سيره مبارك ولا البنا ولا مرسي ولا صدام حسين ولا جمال عبد الناصر ولا السادات ولا اي حد خالص في قناه النادي الاهلي. قناه النادي الاهلي للرياضه فقط، ملناش دعوه رياضه فقط، وملناش دعوه باي حد تاني، لكن وجهه نظره يقولها على قناه رسميه، يعمل فيسبوك، يعمل تويتر، يقول رايه، لكن ما يقولش الكلام دوت ويصدر لنا رايه على قناه النادي الاهلي اللي كلنا بنعشقها وبنحبها. احنا كلنا عندنا مختلفي السياسه، واحد ليبرالي، واحد علماني، واحد اخواني، واحد سلفي، واحد مسيحي، واحد ملوش علاقه بالسياسه خالص، كلنا بنعشق النادي الاهلي. فما تدخليش الرياضه في السياسه والسياسه في الرياضه يا استاذ منيسي، مع كامل حبي واحترامي ليك. اللي حضرتك بتقوله ده انا مش متفق معاك، انا متفق معاك فيه ضد الشيخ اللي طالع يهرتل ده ويقول كلام على الخطيب، لكن النادي الاهلي ملوش دعوه بالاخوان، ولكن في ناس معينه كانت عايزه تتحبب للاخوان فدي سقطه، سقطه لا تغتفر. كمل يا استاذ منيسي. حاجه من النادي وقتها عبرت عن ده خالص، فدي الحقيقه الوحيده اللي انا بقولها لكم في هذا الشان بوضوح. هي دي الجزئيه الحقيقيه الواضحه في هذا الامر. عشان تبقى المساله واضحه وصريحه. الساق ده بالنادي الاهلي والترويج ضد قناة الأهلي والإساءة لقيادات النادي الأهلي، أرجو أن الأمر يكون واضح عند هذا الوضع. لكن أما وإن أنت سعادتك بقى جبت لي الأخ أبو طربوش ده اللي فاكرين أنه هو شيخ وطالع يتكلم على النادي الأهلي والكابتن الخطيب، طب أنا بتحداك تعرض بقية آراء هذا الرجل، هذا الشيخ، هذا المطربش المعمم، اعرض لي رايه ايه في المستشار تركي آل الشيخ، اتحداك، والفيديوهات موجوده، اعرض رايه في تركي آل الشيخ وجماعه الترفيه في السعوديه. مش انت بتحترم تركي آل الشيخ وبتذكر فضله ونعمه ومواقفه فليكن، بس الشيخ اللي انت متبنيه وبتروج له وبتستخدمه للاساءه للنادي الاهلي، اتحداك تعرض رايه في تركي آل الشيخ وعلماء المملكة العربية السعودية الأجلاء، أتحداك تعرض رأيه في فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاء، أتحداك تعرض رأيه في الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الرجل الوقور المحترم المحبوب، أتحداك تعرض رأيه في بقية علماء الأزهر ووصف لعلماء الأزهر بأنهم إيه؟ أنا ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، بس أنت شخصيا وأنت في قناتك بتروج لهذا الرجل وبتستخدمه، قال ايه؟ قال كلمتين ضد الخطيب وضد الاهلي، اعمل عليهم هو الليله. لا، اعرض بقيه كلامه لانه ده موجود، واهتمامك بهذا الرجل وتبنيك لارائه والترويج لكلامه لابد ان هو ينسحب عن كل كلامه بما فيهم زي ما بقول لك على تركي آل الشيخ وعلى الشيخ الشعراوي وعلى الشيخ الازهر وعلى كل علماء الدين. ولا هي بس المساله انك انت تستخدم كلمة منه
غريبة وعجيبة ضد النادي الأهلي وضد الكابتن الخطيب، وكأن قيادات الدولة وأجهزة الدولة مش هي اللي رصده وعارفة. انتم بالكلام الفارغ اللي انتم بتقولوه ده، اولا انتم بتروجوا الجماعة الإرهابية لما بتقعدوا تلصقوها بكل الناس، انتم بتروجوا لها في الاصل. رقم اتنين، ان انت المفترض تبقى عارف مدى يقظة ووعي وكفاءة أجهزة الدولة في رصد كل حاجة. انت بتتكلم في كيانات شعبية كبيرة زي النادي الأهلي، فكفاية تهريج، كفاية تهريج وكفاية فوضى، لأنه الناس كلها كشفاكم وعارفاكم. النقطة الثانية، انتوا ليه ما ردتوش على تركي الشيخ لما قال عليكم عصابة؟ وتسمع الكلام كما لو كنت انت فاهم ان انت معلم على الأهلي او واخدين حاجة على النادي الأهلي. النادي الأهلي ما بيردش بالطريقة بتاعتك، النادي الأهلي ما بيقعدش يبتذل ويهرب ويشتم ويتجاوز. لا بس النادي الاهلي يا استاذ منيسي رد، الاستاذ المحترم الدكتور المهندس سراج الدين، محمد سراج الدين، رد على تركي الشيخ لما قال ان تركي واحد قواد هيجي يعلمنا وبتاع، ووقتها مرتضى منصور اتجنن واشتطى غيظا فرد عليه. لا رد، تم الرد بشكل مباشر، والنادي الاهلي قال له لا ما يصحش، مش اسلوبنا، مش طريقتنا، مش احترامنا، مش مبادئنا، مش اخلاقنا. فالنادي الاهلي له كامل الاحترام وكامل الحب وكامل التقدير، ولكن عضو النادي الاهلي رد واتجنوا من رد عضو النادي الاهلي، نسيوا رده لكن اتكلموا وفاكرين موضوع العصابه لما تركي الشيخ حب يتحكم في اداره النادي الاهلي، والنادي الاهلي قالت له قال له ستوب. لا ففي بعض حاجات يمكن حضرتك مش متذكرها يا استاذ منيسي، فاحنا فاكرينها وعارفين ان في ردود، لكن هم ما بيفتكروش ان في ردود، بيتكلموا بس على الفعل، بيقولك ان ما فيش رد فعل من النادي الاهلي. طب ما هو اصلا ما حدش بيرد على مرتضى منصور، ولكن لما بيبقى في حد بيخرج عن السياق او بيخرج عن نطاق او العرف بتاع النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي بيستعيده مره اخرى، بيقول له لا تعالى مش اخلاقنا مش اسلوبنا، ولكن احيانا بيبقى في ردود من قبل اعضاء النادي الاهلي. كامل استاذ منيسي، عمر النادي الاهلي ما عمل كده خالص. لكن لو عايز تعرف ان النادي الاهلي كمان ما بيسكتش على حقه، جمهوره اصلا ما بيقبلش باي تجاوز، ارجع لقرارات مجلس اداره النادي الاهلي اللي اتعلمكم كلكم ازاي تبقى المواقف القويه المحترمه المنضبطه. النادي الاهلي مجلس ادارته لما طال المجلس ما طاله من السيد تركي آل الشيخ، وقت ارتباطه بالرئاسه الشرفيه للنادي او علاقه استثماريه بالنادي، كلنا عارفين اللي حصل في 2 يونيو، وده موقف ما حدش يعرف ياخده الا النادي الاهلي، ولا يقوى عليه الا مجلس اداره النادي الاهلي، لانه اللي حصل ساعتها عشان جمهور الاهلي يبقى عارف لما حد بيغلط في الاهلي، لا المجلس ما بيسكتش بس ما بيشتمش، ما بيتجاوزش، ما بيغلطش، ما بيسيئش العلاقات التاريخيه، ما بيجرحش في شخصيات، لكن بيتعامل بطريقته وبقيمته وباتساقه مع اهداف بلده. لانه عشان تكونوا عارفين انه في 2 يونيو 2020 النادي الاهلي مجلس اداره الاهلي، يا اخ الشيخ يا معمم انت يا مطربش، مجلس اداره النادي الاهلي اجتمع وقتها واصدر بيان لا يقوى عليه الا النادي الاهلي، لا يقوى عليه الا النادي الاهلي، لان وقتها اعلن سحب الرئاسه الشرفيه من السيد تركي آل الشيخ واسقاط اسمه من القائمه الفخريه لرؤساء شرف النادي، وقال حيثياته الكاملة وذكر كل التفاصيل، وقال ان احنا من اليوم الاول تحلينا باعلى درجات ضبط النفس، وبعتنا للسيد وزير الشباب والرياضة من امتى؟ من 27/5/2018 نقول له ابعت لجنة للتفتيش المالي على النادي عشان تتيقن وتتثبت من ان كل حاجة هدايا عينية او مبالغ مالية دخلت اصول النادي وميزانيته. اتبعتت لجنة بعد كده، صدرت شهادة إبراء الذمة لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، اللي عنده شهادة زي دي يطلعها. النادي الأهلي هو اللي وقتها سعى إنه تعالوا فتشوا عليا. الخطيب بعت لخالد عبد العزيز ثم الأشرف صبحي ورا بعض ابعتوا لجنة للتفتيش على النادي عشان تتأكدوا من حقيقة الموقف المالي في النادي. كانت النتيجة إنه في تاريخ 4/4/2020 كانت شهادة معالي النائب العام أنه لا ثمة عدوان على المال العام في النادي الأهلي.
كلمه تخزق عين التخين اللي يتساءل اللي يسيء للنادي الاهلي او يروج اي حاجه مسيئه لمحمود الخطيب او مجلس ادارته. لا ثمة عدوان على المال العام في النادي الاهلي، دي شهاده من مكتب النائب العام. النادي الاهلي سكت عند كده، يعني اسقط عضويه تركي آل الشيخ ورفع اسمه من القائمه الفخريه للنادي بعد جاب تفتيش مالي واداري، تيقن مكتب النائب العام من سلامه الموقف ونزاهه المال العام في النادي الاهلي ما سكتش الاهلي على كده. لكنه بعت لصندوق تحيا مصر، بعت للسيد وزير الشباب والرياضه، تم توقيع بروتوكول بين النادي الاهلي وصندوق تحيا مصر التابع للجهات السياديه الوطنيه في البلد، وطلع السيد الاستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر بيقول ان الحقيقه النادي الاهلي من بدايه هذا الموضوع بعد في 10/3/2021 تم توقيع بروتوكول تعاون بين النادي الاهلي وصندوق تحيا مصر، وبعد الرجوع للسيد تركي آل الشيخ اللي هو تقدم بهذه الاموال والهدايا العينيه للنادي الاهلي، تنازل تركي آل الشيخ عنها لصندوق تحيا مصر. بموجب هذا البروتوكول سلم النادي الاهلي صندوق تحيا مصر كافه الاموال والهدايا العينيه المثبته في النادي بمحاضر رسميه في حضور كل او مندوبين كل الجهات الرقابيه في الدوله. واعلنت هذه الوثيقه واعلن هذا الموقف وصدر هذا القرار بكل التفاصيل. تقول لي الاهلي ما بيردش؟ تقول لي ان الاهلي حد قال على مجلس ادارته كذا وما ردش؟ ده رد باقوى ما يكون ما يكون، لكن رد بطريقته وبقيمه وباخلاقه وبشخصيته وبتقاليده وبحرصه على البلد، بحفاظه على منظومه قيم النادي الاهلي، بحفاظه على العلاقات التاريخيه بين الاشقاء. مش بان انا اتبنى واحد شيخ قال جملتين خايفين على النادي الاهلي واغفل هو كان قايل ايه عن الاشقاء قبل كده وموجود كله على اليوتيوب. انا بقول الكلام ده لجمهور الاهلي عشان كل واحد يتجاوز في حق النادي الاهلي يخرس ويعرف حقيقه الموقف ايه. زي ما حضراتكم سمعتوا الفيديو او شفتوا الفيديو، المنيسي اتكلم كلام عقلاني جدا، ولكن انا اختلفت معاه في نقطه. ياسر ايوب لما احتفل على قناه النادي الاهلي بذكرى ميلاد حسن البنا وابتدى يفخم في حسن البنا ويقول فيه شعر والكلام ده لا يصح، حتى لو حضرتك اخواني وبتتفرج عليا هذا لا يصح، لو انت ليبرالي وبتتفرج عليا هقول لك لا يصح ان هم يأيدوا شفيق او يعملوا حمله انتخابيه لشفيق، دي قناه رياضيه ملناش دعوه بالسياسه، لما تفتح قناه للسياسه اتكلم وادعم اللي انت عايزه فيه، اتخذت على النادي الاهلي ان هو بيأيد الاخوان ومع الاخوان وقلبا وقالبا مع الاخوان، الجماعه اللي يعني الجماعه المارقه ضد الدوله وضد مصر، اتخذ علينا مأخذ ان في قناه النادي الاهلي ان احنا بندعم الاخوان، على الرغم ان كان فيه اعلان لشفيق تدعيما لحمله شفيق، وبعض من جماهير النادي الاهلي هاجمت قناه النادي الاهلي. عايزين قناه النادي الاهلي تبقى للرياضه بس، زي ما انا دلوقتي بنتقد النادي الاهلي وفقره عظيمه اللي بيعملوا فيها طبخ ومش عارف ايه ومقادير المحشي ومقادير الكوسه ومقادير الباميه وطواجن اللحمه، لا الكلام ده ما ينفعش على قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيجيب اخبار النادي الاهلي فقط، الالعاب الرياضيه للنادي الاهلي فقط، لكن تكلمني في طبيخ او سياسه اسف. انا ضد هذا الامر. ما انا اهو راجل حر، لا انا لا لجنه لا انا لجان ولا تابع للخطيب ولا بطبل ولا بقبض، لا انا راجل مشجع اهلاوي، اشوف حاجه غلط في النادي الاهلي اول واحده اشاور عليها انا، هقول ده غلط عشان بحب النادي الاهلي، عشان بتشرف بانتمائي للنادي الاهلي، مش لازم اقبض من النادي الاهلي وانتفع من النادي الاهلي علشان يبقى لي علاقه بالنادي الاهلي، لا انا ممكن ابقى شايف حاجه غلط في النادي الاهلي، سقطه لقناه النادي الاهلي هقول ان دي سقطه، هطلع اشوف حاجه ما بتعجبنيش او برنامج ما بيعجبنيش في قناه النادي الاهلي هطلع اقول عليه، مش معنى كده ان انا ضد النادي الاهلي، لا بالعكس ده انا عاشق لتراب النادي الاهلي، فلما يبقى في غلطه في النادي الاهلي هشاور عليها واقول دي غلط، عشان انا راجل بقول الحق وبقول الحاجه اللي شايفاها عينيا، مش هينفع اداري واقول لا ده النادي الاهلي ما اتكلمش ولا احتفل على ذكرى البنا، لا
حصل واحتفل، وده ما يصحش، ودي سقطه لقناه النادي الاهلي. اما بخصوص الشيخ وهزاز الرؤوس زي ما قال لكم المنيسي، طب طلعوا بقى الكلام اللي قاله على الشيخ الشعراوي الله يرحمه، او على الشيخ الجليل احمد الطيب شيخ الازهر، تقدروا تتكلموا الكلام ده؟ ما تقدروش تجيبوه. طب هاتوا الكلام اللي قاله على تركي الشيخ، ما تقدروش. لكن انتوا بتتصيدوا الكلام اللي يخدم مصلحتكم فقط، لكن تتكلموا على حاجات ضد مصلحتكم مستحيل. تجيبوا نفس الشيخ بيقول على الشيخ الطيب، لا على الشيخ الشعراوي، لا على تركي الشيخ، ولا نعمتكم وحديثكم برضو لا. ولكن اللي بنقوله للاعلى للاعلام، هو انت ساكت عن الناس دي ليه؟ ايه المصلحه ان يبقى في تناحر ما بين الاهلي والزمالك؟ لصالح مين؟ بصوا على المنتخبات اللي بتكسب في كاس العالم، بصوا على الناس اللي فقدتنا بسنين ضوئيه، واحنا عمالين نتكلم في ال 45 دقيقه السيكو سيكو، ونتكلم في الافلام البرازيلي، ونتكلم في العطار والجواب اللي بيخبوه، والعقوبه اللي على مرتضى منصور، والكلام الحاجات اللي ملهاش دعوه بالرياضه. عايزين حاجه تخدم منتخب مصر. طول ما في وسايط ومحسوبيات وفساد، عمر ما مصر هتشوف خير رياضيا، عمر ما هتشوف خير. ولكن واضح كده ان الامر ممتد شويه، ممتد عندنا نوع من انواع الحب والعشق في الفساد وعدم اللعب الرياضه للرياضه ولعب الكره للكوره. ولكن هنفضل نتفرع، السبعه اكتر ولا التسعه؟ النادي الاهلي لا، نادي القارب لا، نادي الزمالك شيل اليوفط حط اليوفط، العطار مش عارف مين وهات ايه، والكلام الفاضي اللي انتوا عارفينه ده. لكن نلعب كوره وندي كوره وان يبقى مصلحه منتخبنا اهم حاجه؟ لا لا، ده احنا عايزين نخدم نادي الزمالك، نادي الزمالك يبقى متقدم، نديله احتواء، نديله عصام هناء، نعين له الحكم اللي بيحبه، لكن نشوف مصالح مصر او مصالح وطننا؟ لا لا لا، نقعد نتكلم في سيد عبد الحفيظ، نجيب شيخ مجهول الهويه يقعد يتكلم على كابتن الخطيب. يا باشا هو انت ما تعرفش ان جهاز امن الدوله او الجهاز الوطني للدولة بيضع كل رؤساء الأندية تحت المراقبة المشددة؟ هو حضرتك ما تعرفش إن كل هاتف، أي هاتف محمول للكابتن خطيب أو لمرتضى منصور أو لفرج عامر أو لمصلحي أو لأي حد بيبقى تحت الرقابة، وكل كلمة بيقولها بتبقى مسجلة لدى الأجهزة الأمنية؟ هو لو كابتن خطيب لإخواني ولا له علاقة بالإخوان كان قاعد في النادي الأهلي اليوم ده، كانت قبض عليه في دقيقة، كانت قبض عليه في دقيقة، والسيسي ما بيهزرش في هذا الأمر. فالعبوا غيرها يا زملكاوية، العبوا غيرها يا هزاز الرؤوس، العب غيرها يا أستاذ مرتضى منصور. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش يا أخويا حبيبي الأهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، أول مرة تشوفني أول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان ما يفوتكش أي فيديو بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واتنين وتلاتة وعشرة، كان معاكم أخوكم هاني الشرقاوي. والسلام عليكم.